كل الاهلاويه في كل مكان مش مركزين غير في حاجه واحده فقط لا غير، اللي هي ماتش السوبر الافريقي. بالمناسبه هيتلعب يوم الجمعه الجاي ان شاء الله طبعا امام اتحاد العاصمه الجزائري، وهيتلعب في مدينه الطائف بالمملكه العربيه السعوديه. الفريق زي ما حضراتكم متابعين واكيد بتشوفوا معانا احنا يوميا كنا بننقل لكم كل الفعاليات اللي بتحصل في معسكر النادي الاهلي في النمسا لحظه بلحظه، وكلنا اكيد استنتجنا ان شاء الله النادي الاهلي يستعد للموسم الجديد اللي هتكون بدايته بماتش السوبر الافريقي. طبعا الماتش ده لمليون سبب مهم جدا 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 بالنسبه لنا، من ضمن هذه الاسباب ان احنا عايزين بطبيعه الحال نبتدي الموسم الجديد ببطوله، يعني مفيش احلى من كده ان احنا نبتدي مشوارنا في موسم جديد ببطوله ونكمل مسيره البطولات طبعا مع كولر، لانه الحقيقه عودنا ان اي بطوله بندخلها بنكسبها واحنا عندنا ثقه كبيره جدا فيه وفي كل اللعيبه. تاني حاجه طبعا عايزين نخلص الفارق بيننا وبين ريال مدريد فيما يتعلق بعدد الألقاب القارية ونرجع من جديد للقب النادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية. ريال مدريد حاليا عنده 29 بطولة والأهلي 25، يعني لو كسبنا ماتش السوبر إن شاء الله يوم الجمعة الجاية هنبقى 26 لقب، فأكيد الماتش مهم جدا من كل النواحي للعيبة وللجماهير.